بعرف إنه اللي مرقتي فيه مو سهل أبداً، لا أنا ولا أي حدا تاني غيري رح يحس فيه. بس أنتي هلأ هون بأمان، والحياة عطتك فرصة كبيرة لتبلشي من أول وجديد. هدى، ما بدي بين كلامي فزلكة أو تنظير، بس كلياتنا لازم نمشي لقدام. مشان نمشي لقدام بدنا نكب اللي ورانا، وإذا بدنا نكب اللي ورانا لازم نعرف ليش هيك صار وكيف. بس تحسي حالك جاهزة تحكي؟ أنا موجودة. إيه؟ تصبحي على خير.